جل المغاربة يشتكون من الارتفاع الذي وصفوه بالارتفاع الصاروخي. ارتفاع أثمنة المواد الغذائية والفواكه والخضر. خرجنا اليوم إلى الشارع من أجل أن نسأل المواطنين وأيضاً التجار من أجل معرفة ما هي أسباب هذه الارتفاعات وما هي الحلول، وهذه كانت أجوبتهم. ابقوا معنا. واش باش نقول لك اخي يوسف، الزمن كتخلع المواطن وتشاده بزاف. شنو كتبيع اخي عادل؟ انا كنبيع الخضر، انا كنبيع في الزنقه الخضر، ما عندنا لا حانوت لا والو، ما كنستافدو حتى شي تغطيه صحيه ولا من شي حاجه، ما كيشوف فينا بالعربيه حتى شي مسؤول. اللي كان كحنايا بوغينا اذا اللي كنعرف نعملو نعاودو الماشين نجيبو الخضره نتوسقو فيها في الله، راس منا هو بلاصه في السوق. ما شاء الله. السوق شعبي. عادل في نظرك شنو هي الاسباب باش طلع هادشي هذا؟ اسباب اودي اخي يوسف، باش نبدا لك بالمازوت. المازوت اول وسيله النقل كنستخدموها باش كنجيبو السلعه من الداخل لطنجه، ولا غلا المازوت اغلى كلشي، وسيله النقل هي كلشي، حيت حنايا في طنجه ما عندنا فلاحه، ما عندنا والو، كلشي كيجينا من الداخل، ولكن من الداخل كخصو يجي لك من الداخل. فعلا في نظرك شنو الحل اخي عادل؟ الحال هاد المسؤولين هادو اول حاجه خصهم يتقوا الله في هذا الشعب الدرويش بوغي، لا غالب له الا الله سبحانه وتعالى، وكل شيء في يده. السلام عليكم. في نظرك دابا بالنسبه للمواطن اللي بغى يعمل شي مقاطعه ولا واش غترجع بالنفع؟ احنا شفنا النتيجه 2017 2018 اللي جات على المواطن المغربي بالنفع بطبيعه الحال، حيت اي واحد كتمشي له الجيب ديالو بحال اللي كضربون شي حاجه عظيمه عنده، فهمتي؟ صحنا بالمقاطعه، انا ما نكذبش، انا مع المقاطعه وكنأيد المقاطعه وكنأيد الناس اللي ما شافوا هذه المقاطعه. اخي عادل، بالنسبه للفرق ديال الخضره، شحال مثلا شريتيها السيمانه اللي فاتت وهذه المره شحال شريتيها؟ انا كنت كنهبط ب 1000 درهم من الماشي، حيت حنا كنخلصوا الخاوي ب 50 درهم، قربين الخاوي والسلعه كتجي مع ديك 1000 درهم قد دابا كتهبط ب 1000 درهم تقريبا، ما كتجيبش بها حتى نص السلعه، حيت كلشي غالي تقريبا، كلشي مضوبل بجوج، فهمتي؟ وبزاف، واي حاجه نشرح لك انا الثمن ديالها بشحال كانت وشحال صرفت. واخا اجي اشرح لي مثلا القضيه ديال ماطيشه بحال قبايل. اول حاجه المواطن المغربي كيستهلك بدا طوماطيشه وبصل، هادو اهم الحوايج. عامله 6 درهم، هذا لك غير هذا، عامله 4 درهم، وصلنا كنا كنخلصوها بثلاثه، اليوم خلصناها ب 4 درهم، يعني كاين فرق بزاف. وشكون اللي كيحس بهادشي؟ هذا هو المواطن البسيط، شي واحد اخر ما كيحسش به. تبارك الله عليك اخي عادل، شكرا جزيلا، الله يرحم والديك، بارك الله فيك. انتم عاوتاني هما اللي كتوصلوا الصوت ديالنا، الله يجازيك بخير. المغربي باش حنايا
نكونوا مواجهين اي حاجه ديال المسؤوليه. هذا الدور ديالنا. الله يجازيك بخير اخي عادل، الله يرحم والديك. شكرا. وانا نشوف دابا وانا جاي معاك. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.